408 شقه حنا براسنا كساكنه ديال الدور الصفيح ديال هذه المنطقه هذه كتسائلوا على 400 شقه في الفقراء. عطيني 16 حق، حق السكن، حق العيش، حق التنفس، فينا هو الحقوق من سيدي حيا زعير مهضومه ومحقوره، هاد الناس اللي يبوا لها في تماره جاو الناس اللي صوتنا عليهم حنايا. واحد المره مسكينه ساكنه غير في الطريق. والدستور اشنو كيقول لك؟ فصل واحد الكياسين يقول لك حق من حقوق الدواء هو السكن. اللي واقع هو ان هاد الناس ريبوا لنا في شهر سبعه، الناس كامله كاريه، سبع شهور ديال الكرا، بنادم تقهر، الناس قارات، كلشي تقهر بالكرا، تنجيو عندهم هنايا تيقول لنا يلاه غنقلبوا لكم على الارض، يلاه غنبنيو لكم، شمسنا خاويه كيجيبوا لها الناس من تشماره من الصخيرات من العين عشان كيجيبوا لها الناس يسكنوا فيها، ولاد البلاد هما متشردين، هاد الناس كاملين متشردين. وفينا هو المسؤول اللي صوتنا عليه حنا كاملين، ما خرج حتى شي مسؤول يوضح لنا شنو واقع. الناس ديال المجلس اللي كيمثلكم خرج عندكم شي واحد؟ حتى شي واحد، غياب شاف التواصل، ما كاينش شي مسؤول انه جا عندنا وشرح لنا وقال لنا شنو كاين، ما كاينش. 408 شقه حنا براسنا كساكنه ديال الدور الصفيح ديال هذه المنطقه هذه كتسائلوا على 400 شقه فين مشات؟ 408 شكون اللي داها؟ فين تفرقات؟ نعرفوا هذا الشيء هذا، خرج عندنا شي مسؤول من القياده، مسؤول على القطاع، يجي عندنا شي مسؤول من العمران، يفهمنا شنو واقع. الناس راه تقارات هنايا، الناس راه كامله مقهوره، راه ما مخرجهاش الجيش باغا دير مداره حبا في مداره، راه الناس تقهرات، راه جايه مغلغله باش مداره سلميه هذه. الدستور حنا اسمح لي استاذ، حنا كاملين كنعرفوا الدستور شنو كيخول لينا، عارفين الحقوق ديالنا، هذه راه مداره سلميه، ما عندهمش الحق يوقفونا. علاش يوقفونا؟ هذه راه مداره سلميه، علاش يوقفونا حنايا دابا؟ ما عندهمش الحق هما اصلا يوقفونا، مداره سلميه ما عندهاش لا حقي، الدستور عاطيني نضل حق، عاطيني 16 حق، حق السكن، حق العيش، حق التنفس، فينا هو الحقوق من اللي عاطينا الدستور؟ فينا هي الحقوق؟ حتى شي حق ما كاين، مهضومين حنا في سيدي حيا زعير، سيدي حيا زعير مهضومه ومحقوره، السكن الناس تقارات راه سبع شهور هي كاريه، راه مخير كاري ب 1500 درهم، والمخير بشحال خدام ب 80 درهم، كي غايدير؟ واش غايعطي المول الكرا، غايعطي المول الدار، غايعطي الولاد، وشنو غايدير؟ الناس تقارات اخويا، تتمناو حنا شي مسؤول يشوف هذا الفيديو هذا، شي مسؤول على القطاع، شي مسؤول من العمران، شي مسؤول من هذه القياده اللي ناعسين فيها، اللي ناعسين فيها كاملين، يجي يوضح لينا ويعطينا ويدير معنا الوقت امتاش غناخذوا هذه الشقق ديالنا، راه حيت اخويا الناس تقارات ولا اله الا الله. الناس ريبوا لها في تماره، الناس ريبوا لها في تماره، جاو سكنوها في شمسنا، ولاد البلاد غيبقاو مشردين، ولاد البلاد غيبقاو كارين. علاش؟ حيت هاد السيد حيا مهضومه، السيد حيا ما كاينش اللي غيهضر عليها. فينا هما دوك الناس اللي صوتنا عليهم حنايا؟ هاد الناس كامله راه صوتات، ما في خبارهاش الناس. شوف هذيك 408 شقه وخارجه جوج المليار ونص ديال اعاده الهيكله ديال الدور الصفيح، حنا ما عندناش، ما يعطيوناش الشقه، حنا خصو يعطيونا اعاده الهيكله. فينا هي هذيك 3 المليار ديال اعاده الهيكله؟ هاد الشيء هذا كامل خصنا نعرفوه، كي شكون يتحاسب؟ الحساب عند الله. رسالتك الان من كتوجه؟ المسؤولين يشوفوا من الحاله ديال الناس هادو، هاد الناس راه تقهرات، يشوفوا من الحاله، راهو مساكنين، راه ناعسين، هاد الناس هادو راه ولادهم ما تيقراو ما تينعسو، بنادم راه مخير هنايا كاري ب 1500 درهم، وبشحال خدام هو ب 2000 درهم، شنو غياكل؟ قريبوا لنا في شهر سبعة، وهنا من تما لا أخبار لا زاد، الناس من جهة أخرى من تمارة، من تمارة ومن الدوارة وقريب لنا السودية النيت، كلهم جابهم الأرض الديور ديال السودية، وحنا حنا قبل منهم مريبين لنا ما عطاونا حتى شي حاجه، ما داروا معنا، نجيو لهاد سعد القايد يقول لك صبروا، ما جينا المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، وما يمكننا هادشي، ما بحال حنا تشوفوا الناس سكنوا من جهه اخرى، سكنوا بالتمسنا، جابوهم لتمسنا، جابوهم لتمسنا، وحنا هنا حنا هنا حنا اللي خصنا نسكنوا بالتمسنا، هما في التراب ديالكم مازال ما سكنتوش، لا علاقه، لا علاقه، انا ساكن هنا 32 سنه، وانا دابا كيباني ما تنخدمش. يلا وهنا كاري وكاري كاري وكاري ب 32000 ضرب 32 في 7 شهور، اي والله ضربها في 7 شهور، اش نقول غادي نسبق النهار غادي يعطيوني كاع دابا في عمره 68 عام ياك. هذا دابا اللي ريبوا ليه دار فوق دارو، مشحال عطى ديال الدوله، مشحال هو خدمه ياك، هذا دابا هو اللي كره المواطن. اش غنقول انا اللي مازال الله طالع، فهمتي؟ يعني انت مازال شاب، انا مازال شاب، انا غنكره، انا ما غاتبقاش فيا حس المواطنه. والدستور اش كيقول لك؟ في فصل 31 يقول لك حق من حقوق الدواء هو السكن، فهمتي؟ واش كيقول لك هذا؟ انا اش كنقول لك؟ على الدوله والجماعات الترابيه والسلطات المحليه ان تعمل على حسن على السكن لائق للمواطن. هما اش كيقول؟ اشنو داروا لنا؟ ريبونا،
اذا ضربوا الدستور ضربوا في عرض الحائط. حتى في الخطابات ديال جلاله الملك تيقول جلاله الملك قبيل سكن. جلاله الملك عطاهم في 2022 في 2022 عطاهم بالاخر اخر ما غيبقاش الفقر. ولكن علاش ما غيبقاش الفقر؟ هما ما قالوش هو عطاهم باغي يبقى الفقر، ولكن هما بغاو يحيوا الفقراء، بغاو يحيوهم. جاو اصلا قال لك اودي راه ريبونا، اول حاجه ريبونا ما عطاوناش شهاده الهدم. اول حاجه داروا ما عطاوناش شهاده الهدم. ثاني حاجه قالوا لنا اودي من بعد 3 ايام تاخذوها ما خديناهاش. ثالث حاجه انه عطاونا قال لك من بعد شهرين. داز الشهرين الاولى، شهرين الثالثه، شهرين الثانيه، شهرين الثالثه، ودابا راه غاديه في شهرين الرابع ما داروا معنا حتى حل. راه خمسه شهور هذه دابا راه سبع شهور ما كاين حتى حل. هما عاطين في القوانين ديالهم في اواخر 23 كلشي غيتسلم الشقق ديالو، ولكن اللي غيتسلموا الشقق ديالهم هما هذوك اللي عندهم اللي كيوصلوا للصوت ديالهم في تماره ورباط والهرهوره وكذا، وهذا هما اللي ولاو كيصيفطوا من الجماعات ديال الترابي ديال سيدي يحيى اللي كيستافدوا في تمسنا. كاين 1200 بارطمان كاين هنا في تمسنا، وكنعرفوه وعارفين البلايص اللي خاويه وعارفين البلايص وصالح السكن وعاطي وعارف انا كاري حدايا عارفينهم لي زابارتمون اللي كاينين ديال السكن ديال الاستفاده. كاين 1400 1500 بارطمان اللي كاينين. راك عارف الناس ما عندهمش، بنادم ساكن في كاري راه اصلا ما عندوش باش يكري، راه كاين اللي ساكنه مع عائلته فهمتي، وراه طلبوا من الله ويشوفوا من حال الناس وصافي. راه بنادم مضرور كنشوفوا الناس كلهم ضعفاء هنايا يعني. وراه ضعفاء شكون غيسكن في كارين اصلا؟ هو غير ضعاف. وبنادم مع الوعود قال لي راه شهرين ثلاث شهور غادي نديروا لكم حل، وراه بنادم تقهر. راه كاين اللي مشى يسكن عند عائلته، وكاين اللي كاري بيس، كاين اللي كاري كراج، كاين اللي ما عندوش حتى باش يكري هذاك الكراج. واحد المره مسكينه ساكنه غير في تريبورتو. لا اه وراه في تريبورتو ولا ساكنه، وشوفوا يديروا لنا شي حل الله يرحم الوالدين. حنا هادشي راه غادي به سلمي، وحنا عاش الملك واللي قال سيدنا هي اللي حنا معاه وشكرا. حنا ما جمعنا هنا الا تقهرنا وقهرنا الكرا. بنادم تقهر بزاف بالكرا، حنا السلطه فوق روسنا، ماشي حنا ماشي جينا شي حاجه جهد، ولكن بنادم تقهر الغالب الله الكرا. بنادم الخدمه قليله يلا كيتقاتل مع القوت، ودابا تزاد عليه الكرا وبزاف ديال المعاناه. كاين اللي خرج ولادهم من المدرسه كاع باش يخدم مرته، وبقى ولادهم قابلين الدار. وبنادم الله يحسن العون، كنتمناو من الله وسيدنا الله ينصرو، يديروا لنا شي حل، يعطيونا السكن ديالنا. شهر 7 ريبوا لينا، وحنا دابا كنطلبوا غير بحقنا، يعطيونا. راه بنادم تمحل من الكرا، وبنادم ما لقى ما ياكل، ما لقى ما يشرب، كاين اللي ناعس غير في الزنقه، كاين اللي ساكن عند الناس من غدا يقولوا لي مسيروا بحالكم. شنو غنديروا حنايا؟ ما داروا معنا حتى حل. كاين اللي كاري كراج ما لقيتش حاجتك تطواليت، شنو غيدير هاد بنادم؟ راه حنا تمحلنا يديروا معنا حل، حنا بغينا يديروا معنا حل، هما ما بغاوش يديروا معنا حل. قال لك قال لك كيتسناو في العماله تعطيهم الراي، العماله باقي ما عطاتهمش الراي، خاصهم هما يديروا معنا حل، نمشيو حنا للعماله يعطينا راي. ايوا هادشي اللي كنطلبوا منهم. درتي وقفه قدام قياده سيدي؟ درنا كنديروا كنجيو كل مره، كل شهر كنجيو. كيخرج عندنا غير ديال القايد، ما كنشوفوش حنا كاع القايد. كنخرج عندنا الخليفه تيقول لنا جوج كلمات، كيقول لنا سيروا بحالكم. اليوم ملي بغينا نهضروا على حقنا كلشي وقف قدامنا، خاصهم يديروا معنا حل شريف. هادشي اللي كنطلبوا منهم. واخا الان رسالتكم لمين كتوجهوها؟ كنوجهوها لسيد الملك، يسمعنا. بغينا حنا سيد الملك يوصلنا. ملي ريبوا لنا من شهر 7، دابا 7 شهور باش ريبوا لنا. حنا حتى الكرا ما لقيناش، غير مشى الرضين، كله فين مشى. شكرا. نعم سيدي. ما لقيناش باش نخلصوا حتى الكرا. وعايشين في واحد الحاله لا يرتاح لها، وما عندناش شي خدمه زوينه، ما عندناش شي خدمه. حنا ما موظفه ما والو، تمشيو على الموقف تخدموا في الموقف، نهار تخدموا سيمانه ما تخدمش، وكاري ب 1500 درهم في الشهر، وعندي ثلاثه ديال اليتامى دراري صغار، وجاو ريبوا لي البراكه وقالوا لي سير تكري، سير تنعيطوا عليك ما عيطوش علينا، ماشي انا، غاد الامه كلها ومازال باقي ما جاش، باقي داك الشيء واقف قدام الجماعه لهي، ما جاش كل شيء، راه ما عادش 8 دواور اللي مريبين لهم ومكرفصينهم هذه الحاله هذه. ما داروش معاهم الحق كاع، ما عطاهمش الحق ديالهم. الخطوه اللي ممكن ديروها دابا الا ما داروش خطوه، حنا بغينا نمشيو دابا نوقفوا قدام العامل، يعطيو العيش والعامل اشنو غايقول لنا. الحد الواحد اللي بقى عندنا على العماله نمشيو له. راه ممكن رسالتكم هما يوصلوا هذا الشيء للعامل. ما وقت ما تشوفوا شنو ما تيوصلوش الرساله، تيقولوا لنا سيروا تنعيطوا عليكم ما تيعيطوش علينا. ديالنا ما كاينش اللي يعطينا الا سبحان الله سبحانه.